الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن أناس من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أهل الصفة، كانوا في فقر شديد، وكانوا يبيتون في المسجد ويأخذون من الصدقات بسبب ما كانوا عليه من الفقر وشدة الحاجة. وذلك لأن كثيرا من الصحابة الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهروباً بدينهم من أجل إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى، فباعوا هذه الدنيا واشتروا الآخرة، فوقع ما وقع عليهم من البلاء. فمنهم من وقع في الفقر وشدة الفقر كأهل الصفة، ولكنهم صبروا على هذا الفقر الشديد حتى فتح الله سبحانه وتعالى الفتوح على المسلمين، وغنموا من الكفار ما غنموا في المعارك. ولكن هذا يبين لنا الحالة التي كان عليها كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا في هذه الدنيا على فقر وشدة حاجة، ولكنهم صبروا على هذا البلاء حتى فازوا بالثواب العظيم والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. فأهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم كان لا يملك أحد منهم رداءً يلبسه ويسر به نفسه، فإما إزار وإما كساء، ويحرصون في ذلك ألا ترى عورتهم، فيحرصون على ستر العورة، فقد تبدو الرجلان، وقد يبدو الصدر، وقد يبدو ما فوق ذلك وما أقل، ولكنهم كانوا يحرصون على أن يسروا عوراتهم. وهذا يدل على شدة الفاقة والحاجة التي كانوا عليها. والمسلم إذا رأى الحال التي كان عليها الصحابة، ورأى حاله اليوم والنعيم الذي نحن فيه ولله الحمد والمنة، يعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه نعم الله علينا تترى ونتقلب فيها، وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة. نسأل الله عز وجل أن لا يغير علينا إلا بخير. قال: وعنه، يعني أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. هذه الدنيا سميت سجنا للمؤمن لأن المؤمن ينهى عن اقتراف كثير من المعاصي والذنوب، فبهذا الاعتبار صارت هذه الدنيا كأنها سجن لهذا المؤمن، وهي جنة للكافر يلهو فيها ويلعب. فسميت له جنة لأنه لا يتورع عن ترك حرام، ولا يتورع عن الوقوع في الملهيات، فلذلك سميت له هذه الدنيا جنة، فهي بالنسبة لما يلقاه من العذاب يوم القيامة جنة، والمؤمن بالنسبة لما يرى يوم القيامة من النعيم فالدنيا له سجن. والمسلم الذي يدخل في سجن هذه الدنيا فإنه قد دخل جنة الدنيا والآخرة، وذلك لأن المسلم الذي يلتزم بالأوامر وينتهي عن النواهي فإنه وإن كان مسجونا عن بعض الأمور، يعني ممنوعا منها، إلا أن قلبه في طمأنينة وفي سرور وفي يقين واستقرار. فهذه هي جنة الدنيا، جنة الدنيا هي التي تكون في القلوب وإن منعت منها الأبدان. فمن دخل سجن هذه الحياة الدنيا دخل جنة الدنيا والآخرة، لأن الآخرة لمن كانت هذه حالته يكون في نعيم مقيم أبدي سرمدي.
والعكس بالعكس، من دخل جنة هذه الدنيا التي عليها الكفار والعصاة فإنهم في سجن الدنيا وعذاب الآخرة. وذلك لأن الذي يطلق العنان لنفسه في هذه الدنيا في ملهياتها وفي غفلتها وفي ملذاتها وشهواتها فإنه ولابد يكون الظنك في قلبه في الدنيا، وهذه سجن في هذه الحياة الدنيا. هذا الظنك وهذا الضيق الذي يجده في قلبه هذا سجن في هذه الحياة الدنيا. فهو إن تمتع في الظاهر إلا أنه مكبوت في الباطن، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وبئس المصير، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. وهذه موعظة عظيمة ووصية جليلة، ونعم الوصية ونعم الموصي، فالذي وصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنعم بها من وصية، وعلى المسلم أن يأخذ بهذه الوصية أخذ الجاد في هذه الحياة الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم عندما أخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنه من أجل أن ينتبه ويعلم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به وشفقته عليه، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تتخذ هذه الدنيا وطنا لك تستوطنها وتقبل عليها وتنسى الآخرة، فكن كأنك الغريب الذي لا يعرفه الناس ولا يهتم للناس عرفوه أم لم يعرفوه، هذا هو الغريب. أو عابر سبيل، عابر السبيل لا يبقى في المكان وإنما يأخذ زاده لسفره ولا يبقى في الموطن الذي وقف فيه ويذهب بعد قضاء حاجته. فهكذا المسلم في هذه الدنيا يكون على هذه الحالة، فإذا استوطن هذا الأمر في قلب المؤمن فإنه لا ينشغل بهذه الحياة الدنيا أكثر مما يأخذ لزاد الآخرة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وذلك لأن الموت يأتي بغتة، ومراده من هذا أن تستعد، تستعد لهذه اللحظات العظيمة. إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ثم قال رضي الله عنه وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، يعني خذ بأسباب النجاة وخذ بأسباب الفلاح في الحالة التي تستطيع فيها الأخذ بهذه الأسباب من قبل أن تفجأك المفاجآت ثم لا تستطيع العمل بعد ذلك. خذ من صحتك لمرضك، لأن المريض قد لا يستطيع أن يعمل كثيرا من الأعمال، فإذا عملها في وقت صحته كتبت له وهو في حال مرضه. وخذ من حياتك لموتك، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وهذه الدار هي أعظم فرصة للمرء، الحياة هي أعظم فرصة للمرء أن يقدم الصالحات، فقدم ما تستطيع من الأعمال الصالحات بما تستطيعه في هذه الحياة الدنيا. ثم قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهذا حديث عظيم ووصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، عمل إذا عملته أحبك الله وأحبك الناس. إذا أردت محبة الله ومحبة الناس فاعمل بهذه الوصية العظيمة. قال ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يعني لا تقبل عليها بكلك، ولكن خذ منها لحاجتك واترك ما لا ينفعك، هذا معنى الزهد، ازهد في الدنيا، لأنك إذا زهدت في الدنيا أقبلت على الله ولا بد، يحبك الله. فإذا زهدت في الدنيا عملت الصالحات وتركت المنكرات وتركت ما لا ينفعك
فيحبك الله سبحانه وتعالى. واترك ما في أيدي الناس، يعني لا تسأل الناس، ازهد فيما عند الناس، اترك ما في أيديهم، لا تسألهم. يحبك الناس، لأنك إذا سألت الناس قد يعطونك المرة والمرتين والثلاث، ولكن بعد ذلك يكرهونك ويكرهون مجيئك ولا يحبون لقاءك. هذه طبيعة البشر. أما إذا أردتهم أن يحبوك فلا تسألهم، ولكن عليك أن تسأل من؟ تسأل الكريم سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء، له ميراث السماوات والأرض. اسأل من يده سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، لا تنقصه صدقة سبحانه وتعالى. اسأل الحي الكريم الذي يستحي أن يرد عبده صفرا إذا رفع يده إليه. اسأل من قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسأل من قال: من يجيب المضطر إذا دعاه. فاسأل الكريم سبحانه وتعالى الذي يحب من عبده أن يسأله. اسأل الكريم الذي يعطي أكثر مما تريد، الذي هو أكرم من عبده. أما الناس إذا سألتهم أغضبتهم، والله إذا سألته أحبك. فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال: وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دغلا يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل بفتح الدال المهملة الأوقاف رديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. قولها شطر شعير، أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي رحمه الله تعالى. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه ما أصاب الناس، ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، يعني فتحت عليهم الدنيا وفتحت عليهم الفتوحات وكثرت عليهم الأموال، فتذكر الحال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يعني من الجوع صلى الله عليه وسلم، ما يجد دقلا، يعني رديء التمر، ما يجد دقلا يملأ به بطنه. وهذا يبين الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في هذه الحياة الدنيا، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو أراد من هذه الدنيا القصور والأموال لا أعطاه الله، ولكنه حب أن يكون عبدا رسولا متواضعا صلى الله عليه وسلم. فكان تمر عليه الليلة والليلتان، بل يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان إذا رأى حال النبي ورأى حاله عرف ما فتح الله علينا من هذه الحياة الدنيا من الخيرات العظيمة. ولذلك عمر في وقته، عمر عندما أصابوا الدنيا، يعني فتحت عليهم الفتحات وما عندنا أعظم مما عندهم، تذكر الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها ونختم به، قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. وهذا يشمل كل حيوان، كل نفس، ليس في بيتها شيء يؤكل، لا من آدمي ولا من حيوان. قالت: وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، يعني شيء من شعير. قالت: فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. هذا الشعير الذي بقي عند عائشة رضي الله عنها كانت تأكل منه وطال عليها، يعني بارك الله لها في هذا الشعير، فكانت تأكل منه فترة طويلة. قالت: فكلته، يعني وضعته في المكيال، فلما وضعته في المكيال قالت: ففني،
يعني فنى هذا الطعام، نزعت منه البركة. وجاء في رواية عند ابن حبان أن الذي كالته هي الجارية، وقالت عائشة رضي الله عنها: لو تركته يعني ما وضعته في المكال لا بقوا يأكلون منه، ولكن عندما كالوه فني هذا الطعام وذهبت عنه البركة. وهذا يفيدنا أن ترك الطعام من دون تمحيص زائد فيه ومن دون إحصائه إحصاء شديدا يبقيه ويبارك الله سبحانه وتعالى فيه، ولكن إذا تم إحصاؤه إحصاء شديدا إحصاء الشحيح فإنه تذهب بركته، تذهب بركته. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحصي فيحصي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يدقق كثيرا، ينظر في الحسابات وينظر في الطعام ماذا زاد ماذا نقص. نعم، لا الإنسان لا يكون مسرفا ولا يكون مقترا، وإنما يكون مقتصدا كما أمر الله، ولكن عليه ألا يحصي إحصاء دقيقا بحيث يكون إحصاؤه كإحصاء الشحيح فتنزع البركة. ولذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه طعاما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منه هذا الرجل وأضيافه وبقي هذا الطعام وبارك الله فيه، فلما كاله فني هذا الطعام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الطعام قد فني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كلته؟ قال: نعم. فقال: لو لم تكله لبقيتم تأكلون فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يفيدنا هذه الفائدة العظيمة، أن الإنسان لا يحصي إحصاء شديدا، بل ينفق ويعطي ويأكل ويشرب من دون إسراف ومن غير تقتير ومن غير إحصاء شديد. نعم، الإنسان عليه أن ينظر ويرتب نفسه، ولكن لا يحصي إحصاء شديدا فإن هذا ينزع البركة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند البخاري من حديث المقدام بن يعدي بن كرب رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا طعامكم يبارك لكم، كلوا طعامكم يبارك لكم. وهنا في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: فكلته ففني، يعني هذا الطعام. وجاء في حديث آخر: لا تحصي فيحصي الله عليك. فكيف نجمع بين يعني هذه الأحاديث؟ أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا طعامكم يبارك لكم، قيل في معناه أن الإنسان يعني يضع هذا الطعام في الكي من أجل معرفة المقدار، لا من أجل الإحصاء إحصاء الشحيح، وإنما من أجل المعرفة ومن أجل أن يحسب ماذا يخرج وماذا يبقي وماذا ينفق وماذا يتصدق. فلا تعارض يكون بين هذه الأحاديث. وقيل في معناه وهو الأقرب والله أعلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا طعامكم يبارك لكم، يعني كلوه عند البيع وعند الشراء، كلوه عند البيع وعند الشراء حتى لا يكون فيه غش، سواء عند بيعك أو عند شرائك. فالكيل عند البيع وعند الشراء يمنع الكذب ويمنع الغش، وأما عند الأكل وعند التقديم فإن الإنسان لا يحصي حتى لا تذهب البركة، حتى لا تذهب البركة. وهذا يجعل النفس سمحة ويجعلها منفقة، يجعلها متصدقة. والإنسان المنفق الكريم المعطي هو أشرح الناس صدرا، وذلك لماذا؟ لأنه يثق بعطاء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وعد المنفقين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك مما يقال في دارج ألسنة الناس: الكريم معان. يعينه من؟ يعينه الله سبحانه وتعالى. فهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث، في حديث عائشة عندما قالت: فكلته ففني، أي فني الطعام بعد أن وضع في المكال. صلى الله عز وجل يعني وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.